لم تكن مظاهرات الحراك السلمي محل جدل وانقسام بين الجزائريين مثل ما كانت عليه يوم السبت. السبب هو لقاء جرى بين ناشطين بارزين في الحراك وبين الإسلامي علي بلحاج النائب السابق لرئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ والتي تم حلها. اللقاء جرى في منزل علي بلحاج والذي حكم عليه بالسجن ثم بالإقامة الجبرية مع تجريده من حقوقه السياسية. زاره الأخضر بورقعة أحد الوجوه التاريخية للثورة والمحامي مصطفى بوشاشي الناشط في الحراك وسمير بالعربي أيضا ناشط وسجن وأطلق سراحه قبل أيام. هم اعتبروا اللقاء تضامنا مع الشيخ الذي تعرض لمعاملة سيئة من دون الدخول في التفاصيل. هناك صورة جابت الصفحات الجزائرية قبل أن ينشر موقع شهاب بريس فيديو لهذه الزيارة. لمن لا يعرف علي بلحاج فهو الأب الروحي للتيار السلفي في الجزائر وكانت خطبه مناهضة للديمقراطية في التسعينيات وداعية لتأسيس الدولة الإسلامية في الجزائر. اكتسح حزبه الانتخابات في عام 1991 وانقلب عليها الجيش ودخلت البلاد حربا أهلية راح ضحيتها 250 ألف جزائري. كثير من الجزائريين يربطون بينه وبين العشرية السوداء، أما بلحاج فيرفض هذه الاتهامات. الجزائريون غردوا على الفيديو الذي رأوه. موسى هواري يقول: كنا نظن أن الفريقين لا يلتقيان أبدا، لكنهما أخيرا متفقان ويجلسان على الأرض، مما يعني أن التيار بوشاشي الذي يفضل الجلوس على الأريكة ولا يرضى بغيرها رضي أخيرا بالنزول إلى تيار علي بلحاج. تغريدة ثانية نتوقف عندها من عبد الحسين أو أبو عصام يقول: مهما كان الأمر فإن زيارتهم اعتراف للشيخ بمدى مقاومته لما يتعرض له من ظلم. الأخضر لشريف، هذه هي تغريدة الأخضر. هذه هي الجزائر، جزائر الكل دون إقصاء أو تمييز، جزائر التسامح والمحبة والاحترام بين جميع أبنائها، البقاء فيها للصادقين المخلصين. وتغريدة أخيرة نتوقف عندها من محمد سيفاوي، يقول محمد سيفاوي: الإسلام السياسي لا يعترف بالمشروع الديمقراطي ويحتقر الديمقراطيين والمرأة والأشخاص الأحرار. من يجتمعون مع علي بلحاج هم من يخونون الثورة، شعارها مدنية لا عسكرية، لكن يجب التدقيق بأنها لا عسكرية ولا دينية. ينضم إلي عبر خدمة سكايب من الجزائر القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بلحاج. مرحبا بك شيخ علي بلحاج، كنت قائدا إسلاميا يرفض الديمقراطية، كيف الآن تجلس مع علمانيين من الحراك؟ هل غيرت مبادئك التي عشت عليها لسنوات؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويمكن أن يقال بأن هذه الزيارة الناس أحرار في التعليق عليها ذات اليمين وذات الشمال. وبالنسبة إلى أي مشروع سواء كان من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار المفروض أن يكون له تواجد في الساحة السياسية، وأنا أرى بأن الأحزاب ينبغي أن تنشأ بمجرد الإخطار، والناس الشعب الجزائري هو الذي له الحق في أن يختار بين البدائل المعروضة أمامه. هل هذا الذي تتحدث به سيدي هو الديمقراطية التي كنت ترفضها في عقود خلت؟ الديمقراطية في الحقيقة نظام سياسي، وهذا النظام السياسي بشري، والناس يختلفون فيه منذ أفلاطون إلى يوم الناس هذا، حتى أن هنالك من يرى كما كان شيرشل عندكم في بريطانيا يرى أنها هي أقل سوءا من بين الأنظمة السياسية المتواجدة. إذن هذا نقاش فكري، ونحن حرية التعبير وحرية التفكير تقتضي منا أن نقول رأينا في أي نظام سياسي، لكن نحن لنا مشروعنا الإسلامي، والإسلام ليس فيه ديكتاتورية وليس فيه استبداد وليس فيه ثيوقراطية. الإسلام فيه اختيار للحاكم وفيه حق الشعب أن يعزل الحاكم وأن يخلعه إذا كانت المقتضيات السياسية مقبولة. سيد بلحاج،
هل تأمل بأن يكون لك ولأنصارك دور في الحراك وفي الحكومة، يعني ربما في المستقبل، مع أنك محروم من الحقوق السياسية والمدنية بسبب يعني من قبل القضاء الجزائري؟ على كل حال لا آمل، أنا أطالب وسأظل أطالب بحقي وحق جميع الشريحة التي نجحت واغتصب حقها اغتصاب الإرادة الشعبية. الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تصبح حزبا، وإنما أصبحت اختيارا شعبيا وفي البلديات وفي التشريعيات، ونحن أخذنا بالقوة والاستبداد والقهر. وأيضا حتى الذين يتهمونني بالاتهامات، هنالك اتهامات هي إعلامية وليست اتهامات جنائية، يعني حتى المحكمة العسكرية التي مثلت أمامها يعني في الحقيقة لم تتهمني. عند هذه النقطة اليساريون يرفضون عودة الجبهة الإسلامية للحياة السياسية في البلاد، فما هو رأيك؟ ليس لهم ذلك، من حق اليساريين أن يتواجدوا، ومن حق الإسلاميين أن يتواجدوا، والديمقراطيين أن يتواجدوا. الذي يختار بين البدائل الموجودة في الساحة السياسية هو الشعب. نحن إذا معنى ذلك سنلغي حرية التفكير وحرية التعبير والحرية السياسية. كل شكر هذا لك. في الحقيقة الجور. كل شكر لك من الجزائر، القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بلحاج.